عسلامة، مرحبا بكم. اليوم كالعادة وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم باش نعملو أبن فريكاسي. اللي حابب يخدم على روحه ويحل مشروع نودو بالوصفة هذه كما تشوفوا. طريقة سهلة وبسيطة. نتعدو للمقادير وطريقة التحضير. عندي 600 غرام فرينة. الوصفة عفوا المكونات لهنا باش نعطيهم لكم بالغرام. 600 غرام فرينة، 3 مغارف زيت نباتي، عندي 12 غرام خميرة خبز، وعندي 10 غرامات يعني مغرفة كبيرة ملح. نحط ناخذ البول نحط فيه الفرينة، وباش نحط الزيت والخميرة والملح، ونصب 300 مليلتر ماء، ونقعد نعجن العجينة متاعي حتى لا تتلم وتجيني عجينة متماسكة ولينة في نفس الوقت. معناتها كيما تشوفوا لهنا، انا حبيت نكيل لكم بالمغرفه. الباكو هذيك فيه 10 غرامات يهز مغرفه ماكله، وزدت شويه بالمغرفه الصغيره معناتها حوالي 2 غرام 12 غرام خميره. صبيت الماء ونقعد نعجن العجينه نتاعي كيما تشوفوا هكا. نعجن حتى كيما قلت لكم نتحصل على بات لينه ومتجانسه في نفس الوقت. مشروع مربح مشروع مربح للناس اللي تحب تخدم على روحها، ومعناتها وهذه هي فريكاسي مثل المحلات. الحقيقه جاني بنين يعشق الوصفه. مانيش اول مره نعملها، مانيش اول مره نجربها، برشا مرات نعملها الوصفه، وما شاء الله جيني ناجحه مليون في الميه. جربوها ورجعوا لي في لي كومونتير. خذيت العجينه نتاعي حطيتها على البلان دو ترافاي ونقعد نخدمها كما تشوفوا لهنا. بالطبيعه اللي عنده العجينه يعملها في العجينه، ولهنا برجعتها للبول ورجعت وباش نغطيها بالبابي فيلم ونخليها تخمر. كما تعرفوا الدنيا سخونه، ميم با نص ساعه والعجينه نتاعي خمرت. نتعديه ونحضروا الحشو. خذيت بطاطا قشرتها باش نقصها مكعبات صغيره، وباش نصمتها في الماء مع شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه كركم. هذه الحشوه الاولى للفريكاسي. وبالطبيعة كل واحد وش يحب يعمل، كل واحد والاختيار متاعه في الـ في الـ في الحشوة متاع الفريكاسي. نتمنى يعجبكم الفيديو متاع اليوم. نحب برشا لايكات فضلا منكم، وليس امرا اللي يدخل يحط لي لايك، ما يحطليش كومنتير من غير ما يحط لي لايك. لهنا حطيت الملح شوية فلفل اسود وشوية كركم. نحط البطاطا متاعي طيب شطر طيب، مش شطر طيب معناتها نخليها نيه، قول احنا نطفيو عليها نقصه شويه ونخليها في الماء نتاعها. بالطبيعه البطاطا من بعد معناتها كي تخليها في الماء وهي تزيد تكمل الطيب. علاش؟ باش البطاطا نتاعنا كي نطيبوها برشا مش تتحللنا وتولينا ماهيش معناتها ماهيش سمحه تعجن. نقول احنا البطاطا لهنا نرجع للعجينه نتاعنا. شوفوا ما شاء الله قدش خمرت، ما شاء الله. باش نخرج لها هذيك الغاز نتاعها والا الهواء اللي في وسط العجينه، وانا باش نحط عليها نحط شويه فرينه في البلون دو ترافاي ونخدمها نحلها بالقلقال. بالطبيعه وعندي هذيك القالب نتاع الفريكاسي. اللي ما عندوش القالب بالطبيعه مش متوفر، ينجم يعمل ديبول هكا صغار ويتصرف معناتها يعمل كعيبات الفريكاسي نتاعنا. نحل البات نتاعي كيما تشوفوا هكا. السمك اللي حاشتي به بالطبيعه ما نخشنوهاش برشا، خاطر من بعديك باش نزيد نخليها ترتاح ونزيد نخليها تتخمر شويه. ونقطع بالقطعه نتاعي هذه هكا ونحط في البلاتو على جنب. لوطون اللي كملت معناتها طي نحضر الحشوه ويسخن الزيت وتخمر هي شويه، تزيد هكا ترتاح. من با مش برشا الحقيقه، ما خليتش برشا، الدنيا سخونه وما خليتهاش برشا، من با 10 دقائق وبديت نقلي فيها. شفتوا كيفاش السمك من لهنا؟ بالطبيعه باش نعاود نحل وكل عاده نلم شويه هكا العجينه المتبقيه ونحاول ان نلمها مع بعضها ونعاود نحلها كما تشوفوا هكا كعيبات. ما شاء الله يعني 600 غرام فرينه صدقوني طيحت لي اكثر من 12 ولا 13 كعب، اكثر نسيت ما حسبتهمش، اما اكثر تقريبا فما 15 كعبه فريكاسي. أكهو
وما تعرفوا توا الدنيا صيف والعشوية والصغار يحبوا الحاجات هذوما. نكمل لمد الباقي هذية متاع العجينة ونعود نحلو، ما خليتوش يرتاح الحقيقة، لقيت العجينة متاعي سوبل وماشية معايا، فديريكت يعني حليتهم وكملت شكلتهم اكاهو. الزيت حطته قاعد يسخن لهنا كيما تشوفوا هكا، نحلهم نستعين بشوية فرينة بالطبيعة باش ما تلصقناش البات، والزيت متاعي قاعد يسخن. مش متلصقليش بالطبيعة في الطبق، نحاول نعمل شوية فرينة كيما تشوفوا هكا. وهذه هكا الكمية متاعي، ولهنا هذه الزيت متاعي اسخن، وهذيك البطاطا طفيت عليها وخليتها في الماء متاعها باش تكمل الطياب كيما تشوفوا هكا، باش ما تجينيش معجنة. ونقعد نقلي الكعيبات متاعي. الطريقة باش نقليو كعيبات الفريكاسي باش ما تجينيش مخبزة وملبزة نحاولوا نهزوا هكا يدينا شويه ونحاولوا نخليوها تطويل معانا شويه كعبه الفريكاسي، يعني ما نخليوهاش كيف ما هي. شوفوا والا نجبدوها هكا شويه بين صوابعنا ونحطوها بالطبيعه في الزيت، ما يكونش سخون برشا ما يكونش بارد باش في ساعه تقلا وتطيب لنا من داخل. جربوا الطريقه هذه، راهي الحقيقه الوصفه معناتها تجيني شايحة خفيفة من داخل فارغة. شوفوا كيفاش لهنا، قلت لكم نجبدها شوية وما تجينيش معجنة كعيبات الفريكاسي متاعي. نكمل نقليهم الكل بالطبيعة باش كيما تشوفوا لهنا، شوفوا ما شاء الله يعني هي بدات تتنفخ في وسط الزيت، يعني باش تاخو هذيك الهواء، وفي نفس الوقت ما تجينيش معناتها من داخل مليانة بالفراغ باش تفرغ لي هكا الوسط. وزدت عليها زيت زيتونة، وزدت باش نزيد عليها ملح وفلفل أسود وشوية تابلو كروية، ونقعد نحرك ونضيف الماء بتبع بشوية بشوية حتى نتحصل على صوص متاع صوص متاع الفريكاسي كيما تشوفوا لهنا. وبتبع هذيك البطاطا المصموطة، الزيتون عندي أخضر وأسود، وعندي طماطم طماطم عظم مصموت مقطع، وعندي التون بطبيعة نقولوا فريكاسي نقولوا الحشوة هذه الكل أكهو. ونقعد نزيد في الماء حتى لاني تولي لي خفيفة الصوص متاعي، ولا باش كما قلت لكم لهناك باش نحشيو بها الكعيبات الفريكاسي. نحركو ونزيد شوية زيت شوية ماء شوية زيت شوية ماء حتى نتحصل على الصوص لهي جيرية لهي عاقدة، وباش كما قلت لكم لهنا. واذا بتبيع اللي ما يحبش الحر الحقيقه ردوا بالكم، انا راني كليت حاره ما عدت وجعت. اللي يحب الحر يعمل بزيد هريسه، واللي ما يحبش الحر ما يعملهش برشا هكا. هاو نكمل نحرك كل شيء ونخلي على جنب. وتو هي اوكي Thank you.
5 4 3 2 1